الوطني واللي بيلعبوا معاك في النادي الاهلي. تعاملك مثلا مع ابو تريكه، مع بركات، هل في تواصل حتى الان مع وائل جمعه؟ لما بتشوف وائل جمعه مثلا اصبح مدير المنتخب المصري، وبتشوف قبله بركات كان مدير المنتخب المصري، عماد النحاس مدير فني المقاولين العرب، سيد معوض كان مدرب منتخب مصر، فبالتالي اسماء كثيره جدا، بتشوف الحاجات دي ازاي؟ بكون سعيد جدا. عارف ليه اسلام؟ لانه جيل اللي عاصرتهم كنت موجود معاهم، اليوم ما شاء الله موجودين يعني في الرياضيه، موجودين كل واحد في مكانه، في اللي اختار التحليل متعب مثلا متعب، ما شاء الله نائب رئيس رابطه الانديه المحترفه في مصر، ومميز يعني مميز في التحاليل، كيف ابو تريكه، وائل جمعه اللي من التحليل توا مدير المنتخب وما شاء الله عليه، وكلهم بتواصل. صحيح انه مش تواصل يومي، لكن لازم في المناسبات لازم نبعث ونسال عليهم كيف عماد النحاس ما شاء الله واحد من احسن المدربين حاليا في الدوري المصري. سيد معوض قصه اخرى يعني، كما انه ايه القصه بقى؟ لا يعني حبيبي جدا زاد سيد، والله سيد يعني كل اسبوع تواصل معاه، لانه يعني سيد بيتحب، انت تعرف اكثر مني يعني، هو زميلك سيد عشرة عمر. بركات كيف بركات، بس مش ما حاولت اتصل بيه، ما بيقفل موبايلاته على طول، هو على طول نجم نجم كبير. لا هو كده العلم، هو طول عمره طول عمره من ساعة ما الموبايلات دي اخترعوها هو قافل تليفونه. طب جايبه ليه يا ابني؟ هتعذبنا معاك ليه؟ فاهم يعني، فظيع لغاية دلوقتي بيعمل كده نفسه يعني. فقلت لك الجيل لما تشوف زمايلك وكلهم موجودين في الوسط الرياضي، طبعا هذا أول حاجة يبين إنه جيل كان ناجح، لانه كل واحد فاش اختار وكلهم مازالوا موجودين. وثاني حاجه طبعا الكفاءه، يعني اليوم اسلام في قناه النادي الاهلي مش من فراغ، لانه فما كفاءه او متعب يحلل او فكلهم طبعا يبين الجيل هذاك علاش نجح، لانه متميز رياضيا وحتى بعد الرياضه يعرف يختار طريقه. دلوقتي انيس بيعمل يعني